أصبح البيض من السلع النادرة في البيت الأردني، هكذا قال أحد المواطنين في تعليقه على ارتفاع سعر طبق البيض إلى 4 دنانير ويزيد. ارتفاع سعر طبق البيض جعل من الصعب على غالبية المواطنين شراء هذه المادة، فمن كان يستهلك طبقين أو حتى 3 أطباق خلال الشهر أصبح يستهلك طبقا واحدا، وكثير منهم توقف عن شرائه. الحقيقة الدولية استطلعت آراء المواطنين حول ارتفاع سعر طبق البيض، حيث أبدى معظمهم استياءه من الارتفاع لسلعة كانت تعتبر من الأطباق الرئيسة التي يستهلكها المواطن. بدي أسألك عن سعر كرتونة البيض، قد اشتريها يا ليام؟ والله هي 303 لرات و90 قرش إذا براعونه، أما هي 4 مكفول يعني. طيب برأيك أنت كمواطن أنه كثير سعر مرتفع أنت؟ عفوا يا سيدنا، هو مش مرتفع، هو بلا هوادة يعني ارتفاع البيض على مواطن زينا. هذا البيض بنصير إحنا نشتريه للمريض، أما مش مشان نأكله، لأنه بصير هو يعني فاكهة الموسم أو يمكن ما حد يشتريه. طب حضرتك من بعد هذا السعر بأربع دنانير، كل قديش بتشتري كرتونة بيض؟ أنا خالي حطيته مع المحرمات، مع لحم الخنزير، ممنوع أكله. يعطيك العافية عم. الله يعافيك عمي. بدنا نسألك عن البيض، قديش بتشتري كرتونة هاي الأيام؟ والله بثلاثة، ثلاثة ونص. شوف علي، لكن في ناس بيحكي إنه بأربعة وصار في عليها إقبال شحيح نوعا ما. والله يا عمي الأربعة أنا سمعت وحطوها بالجريدة، والله يا عمي الأربعة صارت بربد. طيب بعد ما ارتفع سعر البيض قل شرائك لهذا المنتج؟ بقل لما يكون سعر البيض 3 دنانير و4 دنانير، في ناس ما بتقدر تشتري. شو المبررات لارتفاع سعر كرتونة البيض؟ الارتفاع البترول ممكن، لأنه بيستعملوا التبريد والتكييف للبيوت الجاهزة والبيوت الدجاج، والنقل برضه بنفس الوقت، والطقس بيأثر برضه في الشتاء عن الصيف. عمي بدي اسالك قديش تشتري كرتونة البيض؟ ب4 دنانير ومقشوشة، اشي صغير حجم صغير واشي حجم متوسط واشي حجم كبير. التجار من جانبهم قالوا ان ارتفاع سعر البيض اثر سلبا على استهلاك المواطنين وانخفاض مبيعاتهم لاكثر من النصف، محملين الجهات المسؤولة من كبار التجار المسؤولية بالارتفاع ووجوب تحديد سعر البيض. اما بعض التجار فعزى هذا الارتفاع الى فصل الشتاء وانخفاض منسوب الانتاج فيه. المبررات يا سيدي هي اذا احكي لك الحقيقه والصح بدها تكون من نفس المنتجين للبيض، عندهم عمليه احتكار للبيض، يعني ما بيعملوا مجال انهم ينزلوا لسعر البيض، عنده استعداد انه كب البيض لزيادة حتى سعره يظل مرتفع. عمي انت حضرتك تاجر بيض، بدنا استفسر منك شو اسعار كرتونة البيض الايام هاي؟ 2000 بـ3.5، 1800 بـ3.30 لرات. من امتى صار تخفيضها؟ يوم الجمعة 15/2. طيب برأيك يعني 3.5 برضو يعني هي سعرها غالي، انه كمواطن في ناس ما بتقدر تشتريها، الاقبال كيف هسه على البيض؟ ضعيف برضه لحد الان ضعيف. طيب يعني انت برايك كتاجر هسه ارتفاع سعر البيض عن ايام الاشهر الماضيه شو سببها؟ سببها بحكوا لك الشتويه، الانتاج خف، يعني كان انتاج المزرعه حوالي 50 صندوق صار 25 صندوق. عم بدي اسالك عن سعر البيض، قديش سعر الكرتون هاي الايام؟ والله احنا علينا ب4 وربع. طيب هلا انت يعني شايفها غالية؟ طبعا غالي، كونك بتبيع سندوش على عربية متنقلة ارتفع سعر السندويشة؟ طبعا بده يرتفع، لما بيرتفع سعر البيض بدنا نرفع سعر السندويش. طب كم بتبيعها سندويشة البيض هسه؟ كعكة مع بيضة 45 قرش. يعطيك العافية عم. الله يعافيك. بدنا نسأل قديش سعر كرتونة البيض؟ يعني بحدود الـ4 تقريبا. طب بنظرك شو السبب بارتفاع سعر الكرتونة البيض هيك؟ السبب انه انتاج ما في بشكل عام، يعني بالشتاء بخف الانتاج كثير، عندك التصدير حسب ما بنعرف بيصدروا لبرا للخليج عادة، بعدين عندك ارتفاع الاعلاف برضو هاي بتأثر على سعر البيض بشكل عام، حتى الدواجن مرتفع. طب كيف صار الإقبال على البيض من بعد الارتفاعات اللي صارت هاي؟ والله الإقبال خف شوية، بس في إقبال بشكل عام يعني. طب الزباين لما يجوك ويحكوا لك إنه قديش كرتونة البيض تحكي لهم بأربعة، ما في حدا بتذمر هيك؟ كثير، نعم بتذمروا. يعطيك العافية عم. ألين زي خافين عم. بدي أسألك قديش تشتري كرتونة البيض؟ 4 لرات.
طيب وكونك انت تاجر قديش بتبيع السندويش الايام هاي؟ السندويش كعكه مع بيضه بنص ليره ب 40 قرش بنبيعها، ب 40 قرش مع بيضتين 60 قرش. طيب هلا يعني بما انه ارتفع السعر زي هيك، المواطنين بعدهم بيشتروا سندويش البيض زي اول؟ قليل، لا والله قليل، قليل والله بيشتروا. يلا يلا نبيع الكرتونه، ما هو يعني انا بدي اشتريها ب 20 قرش البيضه، ما انت شايف يعني. طب برايك ايش هي المبررات لحتى ارتفعت سعر كرتونه البيض بهذا السعر؟ الله اعلم، الله اعلم. وكانت الحقيقة الدولية بثت في وقت سابق تقريرا حول ارتفاع أسعار الفلافل والحمص وما تبعها، وها هو طبق البيض يلحق بركب غيره من السلع التي تواصل ارتفاعها المتكرر لتنتقل إلى موائد البرجوازيين. ونتساءل هنا، ماذا بقي للفقير ليأكله؟